تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البحرين. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشان تطورات عدد من القضايا الاقليميه، وتم تاكيد اهميه تضافر الجهود لمواجهه التحديات اللي بتشهدها المنطقه حفاظا على الامن القومي العربي. راضي كمان اضاف انه ملك البحرين اعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصريه اللي بتقوم بها على الساحه العربيه على نحو بيرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، وثمن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية اللي بتجمع مصر والمملكة البحرينية في إطار أواصر المودة والأخوة اللي بتجمع بين الشعبين الشقيقين، وأعرب كمان عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون ما بين مصر والمملكة البحرينية. من جانبه أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد المتانة لها والرسوخ من خلال علاقات بتضرب بجذورها في التاريخ والإيمان بوحدة الهدف والمصير. وأكد استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية وكافة التحديات التي تواجه المنطقة.